يزال البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة بالرجل أو بالمرأة. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة في ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والقرآن قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، هذا البلاء يكون متلونا، مرة في المال ومرة في الولد ومرة في القرابة ومرة في المتاع ومرة في العمل ومرة في الأمل. كل مرة يصاب الإنسان لا أحد ينجو. حياة الدنيا هاته موجودة من أجل البلاء. ذار الدنيا، يقول شاعر: ذار الدنيا الدنية مع بنيها، وطلقها الثلاثة وكن بيها، ألم يبلغك ما قد قيل فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها بملء فمها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. تغر الإنسان وتسره وتنظر له وتزهو وتتفتح له كما تتفتح الحدائق، ثم ما تلبث أن تنقلب عليه في لحظة من اللحظات فيذوق الألم بعد